الاتصالات، هل ستستمر في تغيير حياتنا؟ كيف سيكون شكل الموبايل في المستقبل؟ هل ستتمكن الثلاجات من التسوق بنفسها؟ هل سينطلق الطلاب إلى الفضاء من مقاعدهم؟ هل ستصبح المدن أذكى مع شبكات الجيل الخامس؟ هل سيتغير أسلوب حياتنا، طريقة تعلمنا وعملنا والعناية بصحتنا؟ هل سيقوي ذلك تواصلنا في المستقبل؟ هناك طريقة واحدة لمعرفة ذلك. اتصالات تدعوكم لتكونوا معنا في الحدث الأروع في العالم.